ماشي ضد انه ماشي ضد جميل، لانه انا مع اي حاجه تخلي المراه تكون عندها ثقه في راسها ويعجبها راسها. دونك الا غدير شي حاجه اللي ما غتغيرش طبعا الخليقه ديال الله سبحانه وتعالى، مي تزيد تعجبها الحال وتفرح براسها، جو سي با كونتر. مي عاوتاني ما يكونش داكشي، ما توليش مدمنه على التجميل، لانه سي مالادي انك تبقى كل مره دير حاجه. مي انه مثلا دير ان سوان باش وجهك ما يبقاش عندك ليطاش، ولا باش ما يكونش عندك لي سيرن، سا سي زعما ما كنشوفهاش صعيبه. الخايب هو انك دير مثلا عمليه كبيره تبدل كاريمون. كنشوفوا شي ناس اللي كيتبدل الملامح ديالهم، كيتبدلوا ما كتبقاش لا ميم بيرسون. هنا انا ضد طبعا. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.